في راحة من التدريبات ونرجع إن شاء الله نستعد لمواجهة الثلاث بتمرين أخير رئيسي يوم الاثنين. زميلنا كريم أحمد لو جاهز نروح للنادي الأهلي ونعرف أخبار تمرينة النهاردة. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. واحد من المطبات الصعبه، واحد من الماتشات، حتى لو اطلقنا عليه لقاء القمه بحكم ان المنافسه مباشره وواضحه وصريحه بين الاهلي وبيراميدز، واحده من المطبات الصعبه اللي استطاع الاهلي ان هو يتجاوزها، ولكن ده ما ينكرش ان كل الماتشات اللي جايه يمكن تكون على نفس القدر او نفس المستوى من الصعوبه ونفس القدر والمستوى من الاهميه، لكن ما عنديش شك يا كريم انه الحاله المعنويه في تمرينه النهارده هتبقى غير، هتبقى مختلفه الى حد كبير. بالتاكيد طبعا زميلي احمد، يعني مباراه وثلاث نقاط ومكاسب عديده جدا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، امور كثيره جدا الحقيقه في مباراه تعتبر هي الاصعب في بطوله الدوري العام بالنسبه لفريق النادي الاهلي، مش بس عشان ترتيب النقاط ومش عشان كل الامور دي، لا المباراه دي باكثر من ست نقاط من وجهه نظر ومن وجهه نظر كثيرين جدا، لان هي مباراه كانت لا تحتمل اي نتيجه اخرى غير ثلاث نقاط لفريق النادي الاهلي. شفنا الحقيقه الجديه الكبيره المعتاده على النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، الروح الكبيره جدا، كمان الشيء المميز الحقيقه ان اللي قاعد على الدكه جاهز ومركز وعنده القناعه الكبيره جدا ان وقته هيكون متواجد. يمكن بكلم عن قفشه الحقيقه طبعا، الثقه الكبيره فيه وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى الحقيقه اللي معاه ومع كل لعيبه النادي الاهلي، ده كان امر مهم جدا. في كل مره الحقيقه زميلي احمد بنقول لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير جدا في التدريبات، الانكار الذاتي اللي بنشوفه، كل لعيب هدفه هو النادي الاهلي، مين يكون متواجد في التشكيل، مين يكون خارج القائمه، الهدف هو النادي الاهلي. عشان كده ربنا بيكرم المجموعه كلها والمنظومه كلها، مع ايضا كمان الحقيقه مستر كولر على التحضير الرائع والمميز وتحضيره للسيناريوهات المباراه. الناس ساعات بتختلف في تاخير التغييرات، الامور دي الراجل بيبقى حاسب كل الامور بدقه كبيره جدا، وزي ما بقول لك لولا توفيق ربنا اللي بيكون مع لعيبه النادي الاهلي الامور مش هتكون في هذا النطاق. عشان كده ربنا بيكرم المجموعه كلها، معنويات مرتفعه الحقيقه، لعيبه النادي الاهلي كانت في سعاده كبيره جدا، لكن النادي الاهلي عودنا ولعيبته عودونا دقائق بسيطه جدا بعد المباراه بتفرح، مجرد ان انت بتخرج من استاد القاهره او اي استاد بيقام عليها المباراه بتقفل الصفحه تماما. وده الحقيقه اللي قاله مستر كولر، قال هي مباراه بثلاث نقاط، كانت مباراه مهمه لكن المباريات القادمه هي الاصعب في بطوله الدوري العام، انت محتاج تحقق ثلاث نقاط في كل مباراه، محتاج تخش بكل الدوافع الكبيره بالرغبه اللي هي معروفه عن النادي الاهلي. عشان كده المرحله الجايه محتاجه مجهود اكبر سواء من مستر كولر، من اللاعبين، من الجهاز الفني بالكامل، من خط الاحمال. الحقيقه عايزين نشيد بهذا الامر لان شفنا الحقيقه اللياقه البدنيه لعيبه النادي الاهلي في ظل الجو والضغط الكبير جدا النفسي والذهني، ان انت تشوف لعيبه النادي الاهلي بتفنش بهذا الامر، امر يحسب الحقيقه الجهاز الفني اللي بيعمل بدقه كبيره جدا عشان نوصل للمرحله اللي احنا عايزينها، ان احنا نتصدر جدول الدوري العام ومنها ان شاء الله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. زي ما انت قلت زميلي احمد، مستر كولر معودنا عن هذا الامر، النهارده ريكفري شامل لكل لعيبه النادي الاهلي لان المجهود الكبير اللي بذل لابد ان انت تكون متواجد النهارده، كل الامور الخاصه من الاستشفائيه طبعا المعروفه والاجهزه المميزه جدا هنا في ملعب مختار التتش هتكون مع فريق النادي الاهلي النهارده، ويكون غدا راحه للفريق ومن بعدها يستأنف النادي الاهلي الاستعدادات الخاصه لمباراه مودرن سبورت بمشيئه الله يوم الثلاث، مباراه مؤجله من الجوله 17، مباراه ايضا كمان مهمه جدا، ويمكن هتكون هذه المباراه مباراه صعبه كالعاده في كل المباريات. عشان كده لابد ان احنا نكون مركزين، روتيشن مهم جدا لمستر كولر، الراجل بيحاول يشوف مين الاجهز، مين اللي جاهز ذهنيا، مين ايضا كمان اللي عنده الرغبه الكبيره والشغف الكبير جدا ان هو يكون متواجد. كريم فؤاد الحقيقه كان مميز جدا، كل اللعيبه، كريم بيلعب في مكان مش مكانه، اي حد بيكون متواجد. عشان كده الحقيقه لعيبه النادي الاهلي تستحق كل التحيه والتقدير خلال الفتره القادمه، وعايزين منهم كمان المزيد خلال المرحله القادمه. صحيح. ثلاث غيابات او يمكن ثلاث لاعبين يمكن الكل اتكلم عنهم، سواء السوليه او عمر كمال او بيرسي تاو، هبدا معاك مع عمرو السوليه النهارده ان شاء الله يكون في فحص طبي الحقيقه ليا السوليه عشان نشوف الام السمانه هل نزلت بدرجه كويسه، هل النهارده ممكن يشارك في جزء من الجماعي، لكن يمكن عندنا نوعا ما متسع من الوقت حتى المباراه القادمه. عمر كمال بمشيئه الله هيكون متواجد في القائمه بمشيئه الله ان شاء الله مباراه مودرن سبورت، هو ايضا كمان وبيرسي تاو اللي شارك في اجزاء كبيره جدا من التدريبات الجماعيه، وهو يمكن تاني كبير على بيرسي تاو انه يكون متواجد في المباراه الماضيه عشان الالتحامات الكبيره، لكن باكد لك زميلي احمد عمر كمال بمشيئه الله وبيرسي تاو يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي في المباراه القادمه مباراه مودرن سبورت. طيب خليني كريم اسالك على كابتن خالد بيبو، هل في تواصل او في معلومات عن الملعب؟ احنا كلنا تابعنا امبارح الحقيقه
وده ليس انتقادا ولا تقليلا من المسؤولين على استاد القاهره. كان في كلام من مستر مارسيل كولر وكان في تعليقات من المسؤولين في استاد القاهره. خلينا نتفق انه استاد القاهره واحد من اهم الملاعب في مصر والملعب اللي بيستضيف ماتشات النادي الاهلي. لكن الحقيقه انه واضح جدا في ماتش امبارح انه مش ده استاد او مش دي ارضيه استاد القاهره اللي احنا متعودين عليها. وعارف انه تم تاجيل قرار الصيانه بتاعه الملعب الى يوم 26 اعتقد يوليو. هل في كلام او هل في تشاور او هل في بدائل مطروحه امام النادي الاهلي في فكره التفكير في اللعب خارج استاد القاهره في الفتره اللي جايه، ولا ده امر يعني لم يطرح؟ يعني اعتقد زميلي احمد ان يمكن مستر كولر لما اتكلم عن هذا الامر، يمكن الاول مستر كولر اشاد باستاد القاهره بعد الشكل الرائع والمميز جدا اللي كان فيه مع الهدوء اللي كان فيه على المباريات. يعني ما كانش فيه حمل كبير جدا وما كانش فيه مباريات بتلعب بكثافه في ظل درجه حراره عاليه بترش الملعب اكثر من 4 أو 5 مرات. فيمكن الجهد الكبير جدا اللي بذل على الاستاد ان هو يكون فيه صيانه، طبعا ما فيش متسع من الوقت لهذا الامر. لكن النادي الاهلي الحقيقه، ويمكن مستر كولر اتكلم عن الملعب وقال يمكن الناس انا انتقدت بعض الامور، الملعب كان جاهز. هو ضغط المباريات وضغط كل الامور الخاصه بالملعب، الراجل اشاد في البدايه، فلابد اما ينتقد لابد ان احنا يعني يبقى عندنا سعه صدر كبيره جدا بالانتقاد، لان الراجل بينتقد حاجه هو شافها على ارض الملعب، حاجه داس عليها، الراجل لف في الملعب بشكل كبير جدا. لكن استاد القاهره الحقيقه في مجهود كبير جدا بيبذل عشان الصوره الرائعه والمميزه جدا اللي احنا شفناها من فتره كبيره جدا تعود من جديد. لكن احنا بنلتمس اكيد العذر لدرجه الحراره، للرش الملعب المكثف جدا، معتاد ان الملعب بيرش مرتين لثلاث مرات. يعني عايز اقول لك مباراه الامس اكتر من 5 6 مرات الملعب ترش، طبعا لان درجه الحراره كانت صعبه والرطوبه عاليه جدا. اعتقد ان الامر ده يعني مش مطروح في هذا التوقيت بالنسبه للعب خارج استاد القاهره، لان استاد القاهره واحد من الاستادات الرائعه جدا، يعني زي ما بنقول استاد الرعب لكل اي فريق بيقابل النادي الاهلي عليه. فان شاء الله باذن الله كل المسؤولين تقوم بالدور الكبير جدا المعهود عليهم ان هم يحاولوا بشكل كبير جدا ان استاد القاهره يرجع للصوره الرائعه والمميزه جدا اللي الحقيقه هكرر ان اشاد بها مستر كولر في البدايه، واكد على جاهزيه الاستاد، ارضيه الملعب، كل الامور دي ان شاء الله بنامل ان احنا نشوفها خلال المرحله القادمه بالشكل الذي يليق بمصر وايضا كمان يليق بالكره المصريه. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. دي كانت اخبار التمرينات النهارده. زي ما قلت لكم مستر كولر قرر انه بكره ان شاء الله يكون راحه. طمنا كمان على عوده بيرسي تاو وعوده عمر كمال عبد الواحد في قائمه الفريق لماتش، طبعا لو وقع عليهم اختيار اتكلم على مستوى الجاهزيه، يعني ان شاء الله يكونوا جاهزين لمباراه مودرن. والاثنين واحده اثنين من اهم مفاتيح اللعب النادي الاهلي في الفتره الاخيره، واثنين من الاوراق اللي بتصنع الفارق. والسوليه الحقيقه كمان يعني ممكن اعتقد انه حسابات لحقه بماتش، على الرغم الحقيقه انه يعني رجع بشكل اكتر من رائع وكان فايق قوي في الماتش.